أما فيما يرتبط بالفلاح في الآخرة فإن هنالك شروطا، ليس فقط العمل هو المطلوب، وإنما هنالك شروط أخرى مختلفة عن عمل الدنيا. أول تلك الشروط التقوى، فالله لا يقبل ممن لا تقوى عنده، مهما صلى مهما صام مهما أعطى، لكن إن لم يكن من الذين يحذرون ربهم، ويحذركم الله نفسه، إن لم يكن ممن يشعر بحضور الله ويتحسس أنه مراقب من قبل جبار السماوات والأرض، من لا تقوى عنده لا قبول لعمله. يقول ربنا في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، يحصل الإنسان على شيء يرتبط بدنياه، لا شيء يرتبط بآخرته. من يصلي بدون تقوى وبدون إخلاص، يصلي رياء مثلا حتى يراه الناس، ربما يكسب ثقة الناس لكن لا يكسب ثقة الرب، لا يحصل على الثواب، يحصل على تلك النتيجة الدنيوية التي ابتغاها من وراء هذا العمل. أما النتائج الأخروية فمترتبة على تقوى الفرد. الثواب مداره التقوى وليس العمل كعمل، ولذلك فإن العمل القليل مع التقوى أفضل من العمل الكثير بلا تقوى. وعندنا في بعض الأحاديث أنه لا تستقل عملا مع تقوى، وكيف يستقل عمل يتقبل؟ الله عز وجل يعطي الثواب على قدر كرمه وليس على حجم العمل. فلو أنك قدمت شربة ماء لعطشان في سبيل الله ليس لكي تكسب شيئا من وراء ذلك، فإن الله يعطيك شيئا كثير، ولعله يدخلك الجنة على هذا العمل. وعندنا روايات لعل بعض الشباب لا يفهمون مغزاها، أنه من صلى ركعتي صلاة بشروطها فإن الله يدخله الجنة، من قال أو كانت آخر كلمة من كلماته في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: عجيب، يعني الجنة سهلة إلى هذه الدرجة؟ أن نحصل عليها بركعتي صلاة، أن نحصل عليها بكلمة نقولها عند الموت مثلا؟ أنت لا تقيس، لا يجوز لك أن تقيس ربك بنفسك، ربنا يعطي حسب كرمه. فإذا كانت التقوى موجودة فلربما يعطي الله أجرا كبيرا على عمل صغير. كيف يستقل عمل يتقبل؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الصدق، الصدق مع النفس، الصدق مع الله، والصدق مع الناس. بدون الصدق ربنا لا يقبل عمل. أساسا الكذب لا يمكن أن تبني عليه إلا الكذب، الصدق يبنى عليه الصدق، أما الكذب لا يبنى عليه الصدق. يعني لو أن إنسانا كذب وبناء على كذبته استنتج أحد شيئا، هذه النتيجة مبنية على الكذب، مثل بناء تبني على رمال متحرك، لا يمكن أن تقوم لك بناية على رمال متحرك. الكذب لا يبني شيء، الله خلق الكون وبناه وأقامه على الحق، على الصدق وليس على الكذب وليس على الباطل. الصدق أيضا شرط من شروط العمل والفلاح في الآخرة. أيضا من شروط العمل في الآخرة الإخلاص، أن يكون عملك لله وحده. قلنا أنت حينما تقوم بعملية الزرع لا يهم إن كنت تزرع في سبيل الله أو تزرع في سبيل الناس، إن كنت تزرع لله أو تزرع لنفسك، إن سميت اسم ربك أو لم تسم، تحصل على نتيجة زرعك، على نتيجة عملك. لكن فيما يرتبط بالآخرة ربنا لا يعطي إلا على العمل الذي فيه الإخلاص، أي عملته فقط لله، لأن الله يقول في حديث قدسي: أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. ربنا يريد العمل الخالص، العمل الذي فيه الشرك أو فيه الرياء يشبه أنك تخلط العسل مع الخل، تفسد العسل.